النهارده يوم عالمي ومميز، وفي مصريين كتير بيحققوا يعني اشكال كتير جدا من التقدم على المستوى الدولي. لما يبقى ده في مجال رياضه شفناه، لما يبقى ده في مجال علمي بنشوفه، لكن لما تبقى سيده وعامله طفره في مجال وتم تكريمها ده شيء عظيم جدا. ما فيش شك ان سيدات مصر مشرفين في الخارج، ولما بياخدوا فرصه بيتميزوا فعلا. السيدة المصرية أو المرأة المصرية هي نموذج بيكافح وبيتحدى علشان يوصل لأرقى المناصب ويحقق أهم المكاسب في العلم وفي التعليم. صحيح يا مصطفى، يمكن زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم، زي مصطفى كان بيتكلم مع حضراتكم، يمكن تابعنا كمان احتفالية المرأة المصرية. هي نماذج يعني مهمة جدا ونماذج ملهمة، عشان كده كنا في صباح الخير يا مصر كنا حريصين ان احنا نشاور لحضراتكم على واحده من مبدعات مصر، الدكتوره منى مجدلاني اللي تم تكريمها في القنصليه الفرنسيه ومنحها وسام الفنون والادب الفرنسي، وده تقديرا لاسهاماتها الثقافيه والتزامها بالثقافه الفرنكوفونيه. دكتور منى مجدلاني منورانا دلوقتي على التليفون، صباح الخير على حضرتك والف مبروك. صباح الخير استاذه جمانه، صباح الخير استاذ مصطفى، ميرسي ميرسي، الله يبارك فيكي، شكرا. اهلا بيك يا دكتوره منورانا، وعايزين نعرف يعني الساده المشاهدين اهميه وسام الفنون والادب الفرنسي. ما يعني هو هذا الوسام؟ من هم ابرز من حصلوا عليه؟ ازاي ممكن شخص يحصل عليه حتى لو كان لا يحمل الجنس الفرنسي؟ فعلا هو الحقيقه جمهوريه فرنسا بتمنح اوسامه في مختلف المجالات، وكلها تبع تخصصات سواء مجال العمل او الابداعات المختلفه، وكل منها تابع للوزارات. يعني انا في 2019 حصلت على وسام الاسعافات الاكاديميه، وده خاص كان بمجال عملي في التعليم وتعليم اللغه الفرنسيه ونشر الثقافه من خلال الانشطه المصاحبه للتدريس، ده كان من وزاره التعليم الفرنسيه. الوسام اللي احنا بنتكلم عليه النهارده ده وسام الاداب والفنون من وزاره الثقافه الفرنسيه، وده بيمنح لتميز في الابداع في المجال الفني ايا كان، بنتكلم على اي فن. من ابرز الحاصلين عليه حديثا في مصر هي الميزو سوبرانو فرح الديباني، والاحتفاليه حصلت من حوالي 3 شهور. صحيح. لانه بالظبط فخر لمصر وتميزها في الغناء الاوبرالي في باريس وانتشارها على مستوى العالم كله يعني حاليا. اهميته الحقيقه، اهميته بالنسبه لي هو انه ده اللي حاصل في على التوازي مع الحياه العمليه، لان انا حصلت على الوسام ده علشان دأبي واستمراري في العطاء في الناحية الفنية تحديدا في ناحية المسرح، لأنه أنا مؤسسة ومسؤولة كاتبة ومخرجة المسرح لفرقة أنشأتها في 2002 من داخل مدرسة المير دو ديو، وبعد ما انفصلت في العمل عن المير دو ديو الفرقة استمرت معايا ومعايا لحد دلوقتي 3 سنين، بقت فرقة مستقلة بتضم طلبة من حوالي 7 مدارس وكليتين في اسكندرية، ودي فرقة غير هادفة للربح، والهدف الأساسي منها هو تكوين الشباب شخصيا قبل ما يبقى لغويا وثقافيا من خلال المسرح. بتشارك بالمسرحية دي في مهرجانات اسكندرية وأوقات في مهرجانات خارج مصر، ده غير العرض طبعا في أماكن زي مكتبة اسكندرية والمعهد الفرنسي في اسكندرية والمهرجان في القاهرة، ده أكيد يعني. ده اكيد. طيب دكتور منى، طبعا بعد التحيه الحقيقه احنا بنتكلم عن اهم انجازات حضرتك ان كان من خلال المسار العلمي او حتى المسار الثقافي، حابين ان احنا كمان نعرف الساده المشاهدين، نعرف الشباب كمان على مسيره حضرتك، المحطات العلميه او حتى الثقافيه اللي مريتي بيها على مدار حياتك المهنيه، عشان كمان الشباب يقدروا يسمعوها ويقدروا يتعلموا منها. حضرتك بدات ازاي؟ ايه التحديات اللي واجهتك؟ البداية كانت بداية طبيعية في الحياة العملية، وهو ان انا كانت احلامي ان انا ابقى في البيزنس ادمنستريشن
وعملت بده فعلا 4 سنين في مالتي ناشونال. انما الصدفة خلتني وانا بغير من شركة للتانية ان انا الاقي نفسي بعوض حد من زمايلي واصحابي في مدرسة المير دو ديو كمدرسة في الصيف لمدة شهر، وفجأة لقيت نفسي لمدة 20 سنة عاشقة بشغف وولع لمهنة، بس خليني اقول رسالة التدريس، لانه هي مش مجرد شرح الدرس، هي موهبة كمان، تصحيح الورقة، هو تكوين لشخصية الطالب. صحيح. ومصاحبة لرحلة نموه. طبعا. نموه البدني ونموه العقلي والثقافي واكتشافه لذاته، وهنا حسطر تحت اكتشافه لذاته. فهو ما كانتش المدرسة أو المدرس أو النشاط الدراسي أو حتى في النوادي، ده هيساعد الطفل أو المراهق أو الشاب في أنه يكتشف نفسه، هتبقى حاجة أوتوماتيكية ملهاش أي تأثير على المستقبل. فقضيت 20 سنة مدرسة ومسؤولة عن أنشطة ومؤلفة مسرح ومدرسة أولى، وآخر 7 سنين من 20 سنة دول بالإضافة لكل ده مديرة المدرسة. كلنا عارفين أيوة المسرح زي ما بيقولوا كده عليه أبو الفنون كلها، وهو أقدم فن على أقدم من الرواية حتى، يعني هو اليونانيين هم من يعني ابتكروا المسرح. هو بيطلع حاجات من اللغة، وبيخلي القدرة على التعبير أفضل. يعني أنا شايف حضرتك بتقولي أنا مركزة في قصة التدريس وبعشقه، لكن لما أنا أعلم مسرح بطلع إيه في النشأ؟ وده أعتقد هو سبب تكريمك من فرنسا. بالظبط. هو أنا على مدى تاريخي الحقيقة تقدر تقول إن أنا كونت أكتر من 400 فرد جوه الفرقة دي، أقدمهم حاليا عندهم 33 سنة، وهم حقيقي كان في حفلة تكريم للعشرين سنة مسرح ذكروا كل واحدة منهم إزاي المسرح ده أثر، إزاي طور في شخصيتها وخلاها تتكلم بلغة فرنسية بشكل أفضل. بقى أستاذ مصطفى بجد، هو المسرح أوكي في اللغة الفرنسية هو خلاهم يخرجوا من إطار المنهج الدراسي الثابت اللي فيه بعض من الأدب وبعض من النحو وبعض من كل ده وبنمتحن فيه، وأكيد بيفضل جوانا وبيأثر فينا. إنما إن أنا أخده وأطلع بيه بره الإطار المدرسي عشان أتكلم بحرية، عشان أعبر عن نفسي، علشان أقول نص، علشان أمثل النص، فده بيخلي للغة معنى. صحيح. ما بيخليهاش مجرد مادة دراسية مرتبطة بلحظة صعبة هي أنا جبت كام في الامتحان، فهو ده بيعمل حاجز نفسي في حد ذاته. صح جدا. انا هنا خرجت بيهم بقى بره الحاجز النفسي ده، ودخلنا جوه مجال الحريه والابداع. عملنا لعبه التعبير. بالظبط كده. ومنه تحملنا مسؤوليه، ومنه بقينا فرد جوه فريق عمل، ومنه اكتشفت نفسي، لان انا وانا قاعده محبوسه جوه الدرج المدرسي انا مش قادره اعمل حاجه، هنا انا قادره اعمل كل حاجه. بشكرك والله يا دكتوره منى. دكتوره منى يعني اكتشاف النفس وقبول الاخر ده مهم جدا. صحيح صحيح، تجربه عظيمه. وانا والله يا ريتنا كنا يعني عرفنا نوثقها تلفزيونيا، ان انت ازاي تقدر تخلي التعليم متعه. بنشكرك دكتوره منى مجدلاني الامين العام للجامعه الفرنسيه في مصر، وبنبارك لك على حصولك على وسام الفنون والادب الفرنسي برتبه فارس بعد جهودك في نشر اللغه الفرنسيه.